آفاق رعبا نصب النار فوق الهام صبا نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شهبا أتينا نملأ الآفاق رعبا أخذت بريبار أفسد لفعلت ومتاد كلمات هؤلاء نجيناهم في السكاكين وهذه غنائمكم وهذه مبايعكم سترون إلى أخر غنيمة يا شباب هذه مبايعكم والله نقول لكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إعداءكم بالذبح يا أعداء أتينا ساحبين الموت سحبا وكنا ثابتين بكل عز بمعمعة لها نشتاق حبا فننطر في بلاد الكفر نارا وقصفا في شوارع خالد بن الوليد الصحابي الجليل قتل مالك بن نميرة وقطع راسه وحطاه في قدر يعني حلب وغلاها وكلها هو وصحبه عمل إجراء لإرهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك فخد الراس بتاع مالك بن نويرة وحطها وحط جنب منها حجرين ولع النار وجاب قطر وفي لحم يستوي بقى على ايه على النار دي الأواعد ايه الأواعد اللي القدر محطوط عليها ايه راس مالك بن نويرة هذا الإرهاب إلى الجذور هذا الإرهاب مو إرهاب جديد من الذي وطأ سعد بن عبادة في السقيف بأقدامه وقال اقتلوه قتله الله منكم هؤلاء أتباع ذاك أتباع أولئك من الذي هجم على دار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وأحرق البيت بالنار هذا مو إرهاب من الذي قتل مالك ابن نويرة لأنه رفض أن يخضع للحكومة القائمة هذا قال النبي عين أمير المؤمنين أنا ما أدفع زكاتي له ذهبوا قتلوا خالد زنى بزوجته وجعل رأسه أثفية للقدر هذا مو إرهاب إرهاب يعني شو والله الذي لا إله هو نحن قوم نحب الموت في سبيل الله كما تحبون الحياة والله إننا قوم نحب شرب الدماء وشرب الدماء وعلاكم زكية فأتينا لشربها بإذن الله اسمع للعزة يقول خالد لمهان والله لا والله ما خرجنا من بلادنا بسبب الجوع كما ذكرت ولكننا قوم نشرب الدم نشرب الدم فقال قوقل يا خالد لماذا جئتم فقال خالد وأجاب بفطنته قال نحن قوم نشرب الدم وسمعنا أن أحسن الدماء وألذها دماء نصب النار فوق الهام صبا نذيق الكافرين حميم سيف وقصف قذائف ينهال شعبا أتينا نملأ الآفاق رعبا نصب النار فوق الهام صبا دمرنا أياليه طيارة مدنية برج التجارة غدا قوما ترابية برج التجارة رحنا نسبح الشيعة بالطرية والفوعة رح نسبح الشيعة بالطرية والفوعة هؤلاء الأعداء نقول لهم أننا حاضرون مع أي مواجهة للأعداء سواء في الداخل أو في الخارج حاضرون للتضحية مشتاقون للشهادة وأسلحتنا التي ذاقوا منا طعمها وعرفوا في الميدان شدة بأسها لا زالت بأيدينا إن عادوا عدنا وعاد الله معنا ولا نقول لهم إلا ما قال علي بن الحسين أبي الموت تهددوننا يا أبناء الدلقاء أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامة
Congratulations, my dear brother. Today, you will be going to Jannah. You will be going to Paradise to have dinner with our Prophet very shortly. We must revive the teachings of our masters, Abu Bakr, Umar, and Khalid ibn al-Walid. The sword of Allah. This is the heavenly guard that's going to take you to meet our old mujahideen. And here are our teachings. You can look them all up. This is what they did. Our master Khalid ibn al-Walid said it. We are a people who drink blood. And the sweetest of blood is the blood of the Romans. We must do these actions so that we further encourage our brothers in the West, in the countries of the pagans, to sacrifice themselves for Allah and kill the pagans in their own countries and bomb them and destroy their countries until we come and establish the Islamic Khilafah, the Caliphate, in their own countries. This is the path of our mother Aisha, the daughter of Abu Bakr. Read Sahih Bukhari, read Sahih Muslim. This is what was done, and only in this way they were able to establish the Islamic Khilafah. MashaAllah, Tabarak Allah, MashaAllah, congratulations my dear brother. You will be seeing our master Abu Bakr in Jannah very soon. Allahu Akbar wal Azzatu Lillah, Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.